صارت فنانة في الفنون الرد وكل شيء، صرت 100%. معرفة. شو اخبارك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ شخبارك؟ تمام الحمد لله. ما شاء الله وجهك صاير مرة خايس اليوم. حبيبي مو أخيس من أذنك. تدرين صارت الحين الأذن هذه تدرين دقيقة تدرين صارت الأذن هذه الحين الناس يسوون عملية عشان تصير أذنك طويلة. كان حبة فول اهدى لي، قال لنا نسوي عملية اهدى. اسمحي لي يا فنان، جتك ذي الإنسانة تخطت عليك بمراحل فنون الرد كانها فول. كيف جت كذا فول؟ الفول صغير شلون كذا؟ ايه انت من قلت كذا والله العظيم. يلا يلا يلا، تلعبين جولة أحكام صلخ؟ لا قاعدين يكتبون لي يقول لها من أعطاك كأس السوبر مدري إيش. لا لا، ما عليك فيه، يلا جولة ما تركزش إيش؟ عشان ما تهيصش. والله صدق يعني شو يقصدون؟ ما يقصد شيء. تخلك من الكومنتات انت بعد، ايش دخلك عادي الكومنتات؟ قولي، الإنسان اللي سوى غلط يعتذر ترى عادي. لا بس انا ما سويت غلط. ترى والله شوفي، أنا لو فرضا في الدنيا هذه الغلط، شوف الغلط اذا انت سويته. دقيقة. أرحب نسي السالفة، أرحب بشركم. فيما والقمو. أنا بفهمك، والله إني بفهمك، أنا بفهمك. أنا لا لو لا فرضا، تفهمني ولا فاهمك، لا تسوي مصلح اجتماعي دقيقة وانت ما خليني عندك أفهمك، سالفة. أنا قول. بفهمك والله إني صادق، بفهمك شيء من صالحك وصالح الجميع. أنت في السوشيال ميديا لو سويتي غلط، شيء غلط قدام الناس، وأنت عارف إنه غلط والناس كلهم عارفين إنك غلط، فلا تجحدين وأنا ما سويت، لأن السالفة بتطول تاخذ لها سنين. لو جيت وطلعت ويا شي قدام، انك كذا انك تدخلت في سالفة انت ما انت بعارفها. زين خليني أفهمك، أنا أدري إنك ما سويت شيء غلط، بفهمك يا هذا جايز الموضوع. كبسوا شي والله يحفظنا هذا للناس بالكلام. الموجودين عندي كلهم. ايوه الإنسان لو سوى شيء غلط والناس تدري، بالذات المشهور، الناس تدري إنه فعلا أنت سويت شيء غلط، وأنت ايوه داري إنك أنت فعلا سويت شيء غلط، يا أخي ايش لو طلعت قدام الناس واعتذرت هذا السالفة اللي بتروح. يتكلم اللي مو قلت يا فاهم؟ جماعة أنا فعلا سويت غلط وأنا أعتذر عن اللي سويته وإن شاء الله ما يتكرر. صح. هذا كويس، هذا يعني الخطوة الدبل الصحيحة. يا جاز، أو قفلوا إنك الدبل. لا والله مو بأنا وما أدري إيش، بتطول السالفة تاخذ سنين وبتصير نفس العيب عليك. صح والله معك اني صادق ترى والله. والله يا ربع العظيم. منورين جميع تكبيسكم في المربع عشان ما تصير مشاكل. صح سير اللايف. حنين ويلكم حنين. طيب جايز كبسوا شيروا على كبسوا على المربع وشيروا من السهم اللي تحت، كبسوا شيروا على المربع. تكبيس تكبيس حنين، جايز هيلب، أول تحدي ترى. طيب الحكم الأول تطلبي لي أمريكانو قهوة وكوكيز بالشوكولات من وين؟ من أي محل؟ لما تفوز، ولو فزت انا حتطلب لي انت اسبريسو من حطلب لك اسبريسو عيوني من لك، ستاربكس. حطلب لك قبل التحدي لو تبين. أنا ما أقول لك كذا إلا أنا واثق إني راح أفوز. أنا بفوز. اتيني ما بجابتك. بفوز، أنت عينك تشوف بعد. بفوز، طمني بالس وريح بالس. شيلوا الصامولي من قدامي. أرحب حيتانك يا قمر، حيتانك يا الحلو، حيتانك بالضحكة، ضحكتك رومانسية. الحكم الأول قلت لك الحكم القهوة والكوكيز في الشوكولات. الحكم الثاني، ترتيب وفر كلامك لنفسك، احس انك زيك زي الدبابات قاعد تتكلم في الحكم الكومنت. الثاني او ميز حسابك عشان انتبه لكلامك. منور يا قمر، الحكم الثاني شوفوا كيف انحرقت. تغنين معنا في الجولة مدة 3 دقائق متواصلة، ما توقفين تكنسل الحكم. حلو. الحكم الثالث تشربين 4 قوارير موية أم نص. طيب تمام الأحكام عجبتك؟
ظالم ولكن القلب لسه هواك، ظالم ولكن القلب لسه هواك، كم قلت بكره يا حين ألقى يزيد بجفا، ظالم ولكن في غنية حلوة بحفظها تقول بترحل صرختي تذبل. لا بحفظها الأغنية، أحسها تطلع حلوة. شلون طقيتي؟ اي والله يا جوكر، لا تسووها الناس من بداية هذا، كان فزنا. يلا نفذي. هذه بس منك، اعطيني الحكم مرة تانية. الحكم الأول تطلبين أمريكانو مع كوكيز شوكليت من فين تبغى؟ من جرير. بطل خفة الدم بيني الزايدة. وبينك حطي طريف، ما يطلع كل عندنا، ما في غير محل واحد ماكدونالدز، وقهوة عندهم 70، ما في أحد فاتح غير طيب طيب من مرسول؟ مرسول. ما عندنا مرسول، احنا زين جانا هانجر ستيشن. من هنجر ستيشن. بغير الحكومات، بغير ها الحكم الأول تقطع سماعتك، الحكم الثاني تغني لمدة 3 دقائق متواصلة، الحكم الثالث ورجاء يا اخوان، رجاء رجاء، دقيقة قبل كل شيء، رجاء الكل موجود عندي، الله يرحم لي والديكم، لا حد يتكلم في البنت عندي ولا حد يتكلم عندها، ترى عيب، انتم شغالين ام زكي، خلاص ما لكم دخل فيها يا اخي، ايوه ترى فهمت. من ستر على مسلم ستر الله عليه، حتى لو كانت مي غلطانة، عيب. وش الاحكام وش الحكم الثاني؟ الحكم الاول اقطع سماعتي، الحكم الثاني الحكم الثاني اغني لمدة الدقائق، الحكم الثالث ايش؟ الحكم الثالث تقصين اظافرك الطوال، شلون تاكلين رز؟ شلون تاكلين كبسة؟ صح، انت معك حق، انا قلتها. يا لعيب لا تقوم سالفة الكاس، أكيد شيء موضوع يزعلها يا أخي، حرام. بس أنا لازم أشوف يعني إيش الموضوع. أبعد من حدود الثمن، بكتب معاناتي قصيد، وإذا كتبتك اسمعي، ما في داعي ترجعين. يا الله طقه، اسمعي قصي قصي اللي في النص هنا واللي في النص هنا، عشان خلاص تضطرين انك تشيلهم. ضاع والله وحشني موت، خاف بعدك اموت، والله وحشني موت، خاف بعدك اموت، قلبي لو من حديد ذاب وانت بعيد، ما خسرتك حبيبي، وين القى حبيب؟ انتم ملاحظين انتم ما قاعد تكبسون ولا قاعد تشيرون؟ الشير يا عيال كلكم شيروا، شيركم شيركم، الله يسعدكم، شكلكم الحين القاكم مثل سعود يا صاحبي، لأجل الوفا مد يمينك. ريلك. خلاص كسكستها، شوف خلاص يا ما عندك مستوى، انت طوري مستواك وتعالي العبي معي، طيب يلا باي. يلا الله.